معنا عبر الهاتف أحمد القفيلي، مسؤول المتابعة والتقييم بالوحدة التنفيذية المخيمات النازحين بمأرب. مرحبا بك معنا. بما تفسر ارتفاع عدد الأسر النازحة أو المشردة جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من 7 سنوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إجمالي عدد الأسر الأفراد النازحين بمحافظة مأرب منذ 2015 إلى اليوم 2,212,999 فرد نازح، هذا هو الإجمالي خلال 7 سنوات. نعم، بما تفسر هذا الارتفاع؟ نعم، بما تفسر هذا الارتفاع؟ والله الارتفاع هذا جراء التصعيد الحوثي وتصعيد الميليشيات الانقلابية في مناطق مرتع، والتصعيد العسكري المستمر من منطقة إلى أخرى، بالإضافة إلى التصعيد الأخير الذي حدث في 2020 في 2021 نعم في محافظة الجوف ومحافظة مأرب، والتصعيد الذي لا زال مستمر الى يومنا هذا والايام القادمه لا سمح الله بطرف ما تنبأ بارقام اليوم جديده. نعم، لكن نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ اليمن واهلها من. نعم، في رايك كيف يمكن حمايه المدنيين من الانتهاكات والاعتداءات المتواصله التي تدفعهم للنزوح من منطقه لاخرى؟ بالنسبه لحمايه النازحين والمدنيين من ميليشيات الحوثي التي تصعد باستمرار، نحن بدورنا في الوحدة التنفيذية ناشدنا جهات عدة، منها منظمات حقوقية ومنها جهات منظمات أممية، وناشدنا كتلة الحماية الوطنية في الجمهورية اليمنية، وكذلك أرسلنا إلى الكتل على المستوى القطري وعلى المستوى الإقليمي بأن يتدخلوا تدخل عاجل في حماية النازحين، لكن للأسف الشديد لم يكن هناك أي تجاوب، وكانت التدخلات في هذا المجال ضعيفة جدا، ولا زال النازحين معرضون للخطر.